المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن التايتر وقلنا الانتي بودي تايتر قديش تركيزه، وكان في عندنا عدة قلنا نعمل ديلوشن من الانبوب الاساسية من العينة الاساسية، وان اعلى تركيز بيعطي، عفوا اعلى تخفيف بيعطي عندي بوستيف رياكشن، اللي بعده بكون يعني نيجاتيف. هانا التخفيف هذا ديلوشن فاكتور تبعه بنسميه اللي هو التايتر تبعي. يعني هانا التايتر قلنا في السلايد مثلا اللي قدامي هان بيكون عندي تايتر 160، التايتر هان بيكون عندي 160 بهذه السلايد. ايش اللي خلاني احدد انه التايتر هانا 160؟ احنا عملنا تخفيف من التركيز، طبعا العينه الاساسيه هانا كانت العينه فيها عندي سامبل، كان في عندي هنا عينة أساسية موجودة قبل نعتبرها هي السامبل، بعد أخذنا منها عملنا تخفيف 1 لـ20، بعدين عملنا تخفيف 1 لـ40، وتخفيف 1 لـ80، و1 لـ160، وهكذا بالزيادة. تمام، إذا هذه العينات اللي عملناها إحنا التخفيف بنظلنا نعمل تخفيف متسلسل من العينة، وهذا التخفيف بحيث يكون أصل أقدر أكشف وين التخفيف اللي بيصير عنده بيكون بوزيتيف رياكشن، واللي بعده بصير عندي نيجاتيف رياكشن زي ما احنا شايفين هذا. فالتايتر بنعرفه احنا هو التركيز او اعلى تخفيف من الماده انا بحصل عليه بيعطي بوزيتيف رياكشن، وبيكون اللي هو النتيجه اللي بعدها بتكون نيجاتيف رياكشن. يعني لقيت هنا اعلى تخفيف بيعطيني بوزيتيف رياكشن كان هو ال 160. طب احنا ليش بنتجه لنقول والله اعلى تخفيف من الماده هو يمثل التايتر تبعي؟ من ناحية هي ببساطة احنا تركيز الانتي بادي، لما مثلا انا بدور على تركيز انتي بادي في دم المريض بيكون تركيز الانتي جسم المريض المكون مجهول، انا مش عارف قديش مكون انتي بادي، ممكن يكون كثير وممكن يكون قليل. طب ايش بدي اعرفني قديش تركيزه؟ هو اعطى بوزيتيف رياكشن في لما اجى حطيت الانتيجين انا والانتي بادي اعطاني اجلوتيشن تيست عمل تخثر، لكن قديش تركيز الانتي بادي هذا الموجود في جسم المريض انا مش عارف. عشان نعرفه بنعمل تخفيف، نعمل تخفيف من سيروم المريض، بنخفف سيروم المريض بالتخفيفات اللي هو 1 ل 20، 1 ل 40 وهكذا. هذا التخفيف بنسميه اللي هو سيريال ديلوشن. لما بيطلع معاي في اعلى تخفيف، ليش قلنا اعلى تخفيف؟ كل ما زاد التخفيف كل ما كان دلاله على انه تركيز الانتي بادي في جسم المريض عالي. مفهوم علي؟ يعني لما انا اخففها 1 ل 20 العينه، يعني اخف كل واحد من السيرام تخفف 20 مره معايا، فهنا في الحاله هذه لما اخفف 1 ل 20 والاقيه بوزيتيف، بعدين 1 ل 40 والاقيه بوزيتيف، وهكذا لحد 160، فهذا دلاله ان تركيز الانتي بادي تايتر عنده في جسم المريض بيكون عالي. فقيمه التايتر بنسميها بنعكسها بقيمه اللي هو الديليوشن فاكتور اللي انا حصلت عليه اللي هو ال 160. كل ما كان الرقم بتاع الديليوشن اللي انا عملته كبير كل ما كان دلاله على انه تركيز اللي هو العينه تحت المريض التايتر بيكون في جسم المريض عالي. بيكون في عندي اللي هو دائما الديليوشن اللي نرمز له دي بيساوي اللي هو حجم اللي انا بتاخده من العينه المراد تخفيفها من السامبل على حجم السامبل زائد حجم الديليون الماده المخففه. ماشي، هذا بنعبر عنه بالديليوشن. كمان مره الديليوشن بنعبر عنه هان، انتم كان عندكم معادله زمان اللي هي المولاريتي، المولاريتي قبل التخفيف عدد المولات قبل التخفيف بيساوي عدد المولات بعد التخفيف، كنت تضربوا المولاريتي في عندنا اللي هو الفي في سي بيساوي برضو كمان في في سي واحد. هذا كان عندكم معاكم القانون في الكيمياء، المفروض يعني الكل عارفه المولات عدد المولات قبل التخفيف بيساوي عدد المولات بعد اللي هو التخفيف، كنت ترمزوا له برضه سي في في في. هذا القانون اللي هو العام بتاع اللي هو الكونسنتريشن والتخفيفات اللي كان المفروض متخطوه قبل. احنا اليوم نتكلم عن الديليوشن، هو الديليوشن قديش انا بقدر اخفف كميه حجم معين من الماده المراد تخفيفها اللي هي مثلا السامبل
باستخدام ديليونت. الديليونت هذا في الاغلب بيكون عندي يا اما ديستلد ووتر ميه يعني، يا اما بيكون نورمال صلاين. تمام، وهذا الديليونت هو ماده ما فيش فيها، اللي بدي استخدمه شرط الديليونت انه يكون ماده ما فيش فيها الماده المراد فحصها او المراد قياسها او الاله اللي بدي اخففها. يعني انا بدي اقول بدي اقيس فحص السكر، ما ينفعش اجيب ماده مخففه فيها سكر. لو انا بدي اقيس املاح ما ينفعش اروح اجيب اخفف عينه السيرم، بدي اقيس الاملاح، بدي اقيس صوديوم بوتاسيوم، اروح اجيب نورمال صلاين واخفف فيه العينه. يعني ليش بقول ما ينفعش نجيب نورمال صلاين؟ لان نورمال صلاين فيه املاح، فيه ان اي سي ال. ما ينفعش اجيب الان اي سي ال واحطه على عينه السيرم، الان بدي اقيس فيها نسبه الصوديوم والكلور. واضح كيف؟ فلازم الديلوانت اللي انا بستخدمه في تخفيف العينه ما يكونش فيه الماده المراد فحصها. بشكل عام عندنا الديلوانت معظم اللي مستخدم هو ديستل ووتر او النور، او اللي هو النورمال سلاين، على حسب ايش اللي انا بدي اقيسه او ايش بدي افحصه بيستخدم الديلوانت. ففي الاغلب احنا بنستخدم هو الديستل ووتر، في الاغلب احنا بنستخدم الديستل ووتر. الديستل ووتر كيف بنعمل عمليه التخفيف؟ بنقول حجم المادة المراد فحصها في اس على اللي هو التوتال فوليوم، هذا بيعمل عندي التخفيف. يعني هو التخفيف بيساوي اللي هو حجم المادة المراد فحصها على التوتال فوليوم، في اس زائد في دي هو في حجم الديلوانت، هذا بيمثل معي توتال فوليوم، هذا بيمثل معي هو توتال فوليوم. طبعا عملية التخفيف هذه كديلوشن، ديلوشن تبعنا انا بقول عنه بنسميه ديليوشن. معكوس معامل التخفيف بنسميه هو ديليوشن فاكتور، معكوس التخفيف بنسميه هو ديليوشن فاكتور اللي هو بنرمز له دي اف. دي اف بكون عكس اللي احنا الكلام اللي حكيناه، بيساوي في توتال على اللي هو في اس، واللي هو بيساوي برضه عندي واحد على دي كابيتال، ونفس الشيء. تمام، هذا العملية هو هذا بيمثل معي الديلوشن فاكتور، واللي هو نفسه بنسميه احنا التايتر برضه اللي احنا حكينا عنه قبل شوي. عشان الكيبورد. تمام، لقيت عندي صار معروف ايش هو الديلوشن، معروف ان عندي في حاجه اسمها ديليوشن فاكتور، وعرفنا اللي هو قانون الديليوشن والشروط اللي هو الديليوانت اللي انا بدي استخدمه، الماده المخففه. الديليوانت هو الماده المخففه. عندنا هذا مثال مذكور عندكم في الكتاب، انه احنا حنعمل تخفيف 1 مل من العينه مع 9 مللي من اللي هو استرايل ووتر او ديستل ووتر بشكل عام. يعني 1 مع 9، 1 بارت مع 9 بار. لقيت 1 مع 9 لو مثلناه بالقانون اخذنا هو حجم العينه 1 على 1 زائد 9 قديش بيصير عندي؟ 1 على 10، فصار التخفيف عندي اللي هو 1 على 10. واضح كيف؟ لقيت هذه العمليه اللي احنا بنسميها هذا الديليوشن 1 بارت، يعني جزء من السامبل مباشره بخفف الديليوشن. لقيت هذه العمليه بتاعت الديليوشن، طبعا الديليوشن فاكتور قلنا عنه هو معكوس التخفيف اللي احنا عملناه. لما كان التخفيف 1 على 10 معكوس التخفيف قديش بيصير؟ 10، عكسناها بس. تمام، يعني قلبنا اللي تحت صار فوق. واضح كيف؟ الديليوشن فاكتور هو معكوس التخفيف. واضحه الجزئيه يا بنات يا شباب؟ الديليوشن فاكتور اللي حكينا عنه قبل شوي في المعادله، لما قلنا هان هياته هو الديليوشن فاكتور بيساوي في توتال على في اس. قديش في توتال كان عندي؟ 10، وقديش في اس؟ 1، بصير 10 على 1 اللي هي بتطلع يعني 10. تمام؟ تمام تمام يا دكتور. الصوت مش واضح بقولوا لي. طيب ماشي. طب لقيتها اللي شرحناه قبل ما انتقل على المرحله اللي بعدها، واضح الكلام تبعي؟ تمام واضح. يا دكتور واضح، بس في عندك نسمة هواء يا دكتور، في عندك هواء من المروحة. حكينا عن ديليوشن وقلنا وضحنا ايش هو ديليوشن فاكتور. هذه العملية يعني بشكل أساسي
لما احنا بنشتغل يعني مش كل الديلوشن بيكون بنفس الصوره هاي. احنا معظم الامثله اللي موجوده عندكم في الكتاب تتكلم عن الديلوشن اللي هو يقول عنه العادي. هذا الديلوشن طبعا هيجي انا سؤال ثاني او مثال ثاني. ديلوشن معمول 1 لـ 5، ناخذ 1 مايكرو من السامبل مع 4 مايكرو من العينه. طبعا الاثنين طلع مع 1 مع 4، لو مثلناه بالقانون حيكون معي كالتالي. نفس الشيء يعني مش المفروض يكون واضح، 1 زائد 4 صح ولا لا؟ اللي هو 1 حجم العين اللي اخذته، وواحد هنا طبعا تحت هيكون دي توتال اللي هي حجم العين اللي اخذته زائد حجم الدينوات اللي استخدم، حيطلع عندي التخفيف العام 1/5. لقيت هذا التخفيف انا ممكن اخذ 1 مايكرون وممكن اخذ 4 مايكرون، بدل ما اخذ 1 مايكرون ممكن اخذ 10 مع 40. فهمتوا كيف؟ يعني ممكن اخذ مثلا ناخذ 1 ملي مع 4 ملي. ايش اللي بدي احدد او ايش اللي بدي يخليني انا اختار الحجم اللي انا بدي اخذه من الديليوانت مع السامبل؟ اللي بدي يحدد لي هو اول شيء حجم العينه انا بتعامل معها في السيرولوجي، هو حجم التوتال فوليوم بتاع العينه بيكون قليل. دائما احنا بنستخدم الصوت مش واضح يعني، قبل احسن ولا لقيت احسن؟ حجم العينه لا تمام الصوت. مش يا شباب، في ناس ما عندهم صوت مش واضح. بكون النت تبعهم ضعيف. خلص بديش تعليق من الشباب. طيب نرجع كمان مرة بالنسبة لموضوع اللي هو عملية التخفيف، حكينا عنها. هنا أنا ممكن أخفف زي ما ذكرنا، بناخذ حجم العينة مع حجم الديليوانت وبجمعهم مع بعض بيمثل معي توتال فوليوم. حجم العينة اللي أخذته على التوتال فوليوم بيطلع معي الديليوشن 1/5. قلت 1/5 هذا الديليوشن، قلنا ممكن انا اخذ الحجوم اللي اخذها من العينه اخذها بالواحد مايكرون، ممكن اخذها بالعشره مايكرون، ممكن اخذ يعني زي مضاعفاتهم، مضاعفات الواحد، ممكن اخذ يعني 1 ملي واضح بدل المايكرون. ايش اللي بدي احدد بقول من العينه ان انا اخذ 1 مايكرون ولا اخذ 1 ملي ولا 10 ملي؟ اللي بدنا نعرفه احنا في الفحوصات تاعتنا اللي بنتعامل معها بالعينات تحت السيرولوجي، العينات كلها بتكون حجوم العينات صغيرة. يعني انت لما بتوصل نسحب 5 ملي اللي بيصفى من العينة بالكتير 3 ملي من السيرة بالكتير، وهذا بيكون مطلوب منها فحوصات كتيرة مش بس فحص السيرولوجي. واضح كيف؟ بيكون يعني جاي العينة للمحتوى بده يعمل منها فحص سيرولوجي، بده يعمل منها فحص اللي هو الكيمياء، وممكن كمان فحوصات هرمونات تانية. فالعينة ممكن يقوم فيها أكثر من فحص، فممكن ما يصفاش عندي كمية كافية لأن أشتغل عليها أقوم بالفحوصات تبعتي. فعشان هيك إذا كنت أنا فحص شاكك فيه من زي الكيمياء وبدي أعيد الفحص حيكون عنده مشكلة، هو ممكن التاني يحتاج يعمل تخفيف في فحص الكيمياء، ممكن يعمل تخفيف تاني. فأنا هلقيت في السيرولوجي طلع معي بوزيتيف وبدي أخفف من العينة، لو كل واحد فينا بده ياخذ 1 ملي من العينة تكون العينة إيش خلصت، لسه ما خلصناش احنا الفحوصات المطلوبه منا. عشان هيك احنا بنفعش نستخدم اللي هو الحجوم الكبيره في عمليه التخفيف في الفحوصات تبعت السيرولوجي او الكيمياء. اللي بنستخدمه اللي هو بناخذ كميات كلها بالمايكرون، حناخذ كل الكميات تاعتنا بالمايكرون. قديش اقل كميه ممكن اخذها انا؟ مش 1، اقل كميه ممكن اخذها انا 10 مايكرون. يفضل 10 مايكرون، لكن من ناحيه انه ان في امكانيه اخذ 1 مايكرون واشتغل عليها، في امكانيه اخذ 1 مايكرون واشتغل عليها، لكن دقه النتيجه والاكيورسي تاعت النتيجه تاعتي في عمليه القياس في التخفيف يفضل ناخذ اقل شيء 10 مايكرون لنشتغل عليها. هذا اقل شيء ممكن انا اخذه، لكن لو احنا اخذنا ممكن ناخذ هو 50 مايكرون من العينه ونعمل عليها التخفيف. يعني ما ناخذش اقل من يفضل هو ناخذ 50، بس بالنسبه لاقل حجم انا بقدر اخذه واشتغل عليه فحوصات كيمياء او فحوصات سيرولوجي هو 10 مايكرون. تمام، اقل شيء ممكن اخذه هو 10 مايكرون مش اقل من هيك. واضح هذه الجزئيه؟ طيب المثال الثاني هان عندي
بدنا نعمل تخفيف 1 لـ100، بدنا نعمل تخفيف 1 لـ100. هنلاحظ انه احنا دائما في عمليه اللي هو تحديد التخفيف، انه انا باخذ 1 بارت، لما اقول 1 على 100 واحد على مية زي ما هو في المثال المذكور الثاني، 1 على 100 معناته اخذ هذه اللي هي اللي تحت في الاسفل والتوتال فوليوم، ناخذ 1 بارت زائد 99 بارت. لقيت انا ممكن انا اقولها ان انا ماخذ 1 مايكرون مع 99 بارت مثلا، اللي هو يكون برضه 99 مايكرون، هذا للتسهيل. لكن هذه الكميه ممكن اقول زي ما قلنا قبل ممكن تكون 10 مايكرون، واخذ معها 990 مايكرون من الديليون زي ما شايفين هنا. ممكن اضربها في 100 تصير 100 مايكرون مع مثلا مع 9 مل و900 و اللي هو 9900 اللي هو يعني 9 يعني 9 مل عفوا 900 مايكرون. واضح كيف؟ هذه العملية ايش اللي ايش بيحدد لي زي ما ذكرنا قلنا حجم العينة اللي موجودة عندي، من ناحية رياضية حسابية كل هدول صحيحات بيعطوني في الآخر اللي هو تخفيف 1 على 100. لكن اللي هو الحجم الكبير من الديليوانت هذا بياخذ 9 ملي تقريبا 0.9 مع 100 مايكرون، هذا برضه الحجوم الكبيرة مش مفضلة، الحجوم الكبيرة مش مفضلة. يعني أنا لقيتها بدي آخذ حجم 100 مايكرون من العينة، لكن قديش طلع وبدي آخذ استهلك من الديليوان؟ حوالي 9 مل، 9 مل و900، يعني قريب ال 10 مل. واضح كيف؟ قريب ال 10 مل بدي استهلك من الديليوان عشان إنه أنا أعمل اللي هو التخفيف 1 ل 100. وهذا الكمية اللي أنا بستهلكها كمية كبيرة، هذه بتعمل يعني بتخليني أضيع اللي هو الديليوان اللي أنا عندي، بكون استهلكه بكميه على عينه واحده، وهذا الشيء غلط. عشان هيك في تقنيه ثانيه لنحصل تخفيف كبير حجم قليل قليل من العينه مع اللي هو ديليوانت خفيف اللي هي سيريال ديليوشن. نرجع لموضوع اللي هو السيريال ديليوشن. لما نتكلم عن السيريال ديليوشن هو عمليه نقوم فيها الهدف منها الاساسي انه ناخذ اقل كميه من العينه ونحصل على اعلى تخفيف منها، بحيث انه ناخذ بالعينه مثلا زي ما كنتوا تشوفوا ناخذ ممكن منها 100 مايكرون واعمل منها سيريال ديلوشن، اعمل منها ديلوشن زي ما شفتوا في الصور اللي هان قبل شويه، كان عندي اعلى قيمه من الديلوشن اللي عملناه من العينه 1 على 640. فلما نحصل على تخفيف 1 على 100 640 هذا اخذ قديش هو حجم العينه اخذ؟ ممكن يكون اخذ بس اللي هو 100 مايكرون من العينه اللي استخدمها، لكن حصل على تخفيف اللي هو 106 هو 640 طبعا التخفيف النهائي اللي حصل عليه من العينه اللي استخدمها. فعمليه التخفيف هنا اللي بدي اوضح لكم اياها بمثال ايش الفرق بين التخفيف العادي والتخفيف اللي هو بسير الديلوشن. بسير الديلوشن لو انا بدي احصل على تخفيف 1 مثلا ل 1000 زي ما هو موجود في المثال اللي هان مذكور، بدي اخذ احصل على تخفيف 1 ل 1000، ايش انا بدي اعمل؟ ممكن أن احصل عليه هذا التخفيف باي رقم من الموجودين هنا في السيريال ديليوشن. نحن بنستخدم دائما شروط انه يكون سيريال ديليوشن، ان الديليوشن في كل انبوب انا بدي استخدمها بيكون نفسه يعني متكرر، سيريال يعني متكرر، فحيكون نفس الحجم اللي بدي اخذه من العينه نفسه من مع حجم نفسه حيظلوا انقله من انبوبه لانبوبه، وحجم الديليوانت المستخدم نفسه لازم يكون في كل انبوبه، يعني نفس الحجم من الديليوان ونفس الحجم اللي بدي انقله من انبوبه لانبوبه اللي هو الفي اس لازم يكون ثابت عندي. فالديليوشن في كل انبوبه بيكون نفسه متكرر. يعني في المثال المذكور هنا ممكن في صوره هنا اوضح، ايوه في صوره، زي ان هنا عندنا الديليوشن موجود في العين، هي اول انبوبه، انبوبه الثانيه وانبوبه الثالثه، اخذ من الديليوانت حجم الديليوانت اخذ قديش عندي؟ 990 مايكرون. قديش اخذ من حجم من العينه؟ اخذ 10 مايكرون. 10 مايكرون مع 990 قديش بصيرن؟ 10 من السامبل على اللي هو 990 على 10 نقول قبل زائد 990. بيطلع بيساوي
اللي هو واحد عفوا 10 أول إشي، على 1000. مظبوط، 10 على 1000، الصفر مع الصفر بيروح، بضل عندي 1 على 100. فهذا هو التخفيف اللي هو النهائي اللي حصل عليه في تيوب رقم 3 في هذا التيوب. التخفيف النهائي اللي حيحصل عليه اللي هو 1 على 100 في هذه الأنبوبة. لكن قديش التخفيف من التيوب هذه؟ بيكون أقل منها ب10، حيكون هنا 1 على 10 عملنا ايش هذا؟ لا عفوا، هذا التيوب الاولانيه اللي هي هان، عفوا هان بدايته 1 على 100 في هذا التيوب. التيوب الثاني هذه كان فيها 1 على 10 مضروب في 1 على 100، يعني اخذنا منها 10، لقيتها في التيوب هاي، حناخذ منها 10 مايكرون من التيوب هان، رقم 1 هذه 1 وهي 2 وهذه 3. في تيوب واحد حناخذ بتيوب واحد 10 مايكرون، حنحطها على تيوب 2 اللي فيها الديليون 990 مايكرون، حيكون التخفيف تبعها قديش؟ 1 برضو على 100. الثالثة نفس الشيء، أخذنا منها 10 مايكرون مع اللي هو 990 مايكرون، طبعا هذا أخذ ال 10 مايكرون من مين؟ من تيوب رقم 2، مع الديليون 990، حيكون برضو التخفيف تبعها 1 على 100. إذا هذا الكلام لما بقول 1 على 100، هو التخفيف اللي انا عملته في كل تيوب من التيوبات اللي انا اشتغلت عليها. في تيوب 1 عملت تخفيف 1 على 100، في تيوب 2 عملت تخفيف 1 على 100، في تيوب 3 عملت تخفيف 1 على 100. إذا هذا التخفيف اللي انا عملته فيها. لكن طيب قديش التخفيف بالنسبة لمين؟ للعينة الأصلية. بنحسب التخفيف بالنسبة للعينة الأصلية، بنسميه احنا الفاينل ديليوشن أو التوتال ديليوشن اللي حصل في العينة. بنسميه يا فاينل ديليوشن يا توتال ديليوشن. كل تيوب اللي هو مقصود فيه التخفيف بالنسبة للعينة الأصلية. قلت الفاينل ديلوشن بالنسبة للعينة الأصلية الموجودة عندي هان بهذا التيوب، زي ما انتم شايفين هنا، هذه هي العينة اللي أنا مش عارف فيها التركيز. قلت التخفيف تبعي في أول تيوب هو 1 على 100، ما تغيرش عليه شيء. هذا التخفيف هو نفسه التخفيف تاع اللي هو اللي انا عملته من العين الاصلي بالنسبه للعين الاصليه. لكن هان تيوب رقم 2 هذه تخففت، العينه اللي هي مخففه اللي كانت 1 على 100 انا خففتها كمان مره 1 على 100، يعني الفاينل ديليوشن تبعها صار الضاعف كمان مره 1 على 100، يعني صار كاني انا عملت 1 على 100 الاولانيه مضروبه ضرب 1 على 100، فصار هذا الاشي كأني انا عملتها، يعني هنا عشان هو نفسه 1 على 100 هي نفسها بتساوي اللي هي بنقول عنها 1 على 100 كتعبير ثاني الكل أس 2. واضح كيف؟ قلت له ايش يعني كل اس 2؟ يعني 1 على 100 ضرب 1 على 100. ففعليا اللي هو 1 على 100 ضرب 1 على 100 بيطلع بيساوي 1 على اللي هو 1 وقدامها اللي هي 4 اصفار. اللي هو له طريقة ثانية بالتمثيل زي ما احنا شايفين، ممكن نكتبها انها بتساوي هي 10 والسالب 4. زي ما شايفينها بالصورة هاي، هي 10 أس سالب 4 هي نفسها اللي هي 1 على 100 أس 2 أو 1 على 100 ضرب 1 على 100. كل لاحظوا إنه التخفيف صار الضعف. قديش صار عندي التخفيف؟ 10,000 صار عندي التخفيف عندي هنا 1 على 10,000. طيب في تيوب رقم 3 هذا كل الكلام اللي حكيناه، تيوب رقم 2
تيوب رقم ثلاثة هي حتساوي التخفيف تبعها الفاينل ديليوشن تبعها حيكون كالتالي، نقول واحد على مية الكل هنا أس ثلاثة، يعني واحد على مية مضروبة في ثلاث مرات، اللي هي أساسا من وين جاياني هذه الواحد على مية مضروب في ثلاث مرات؟ واحد على مية في تيوب رقم ثلاثة مضروب في الواحد على مية بتاع تيوب رقم اثنين مضروبة في واحد على مية في تيوب رقم الأولى، لأنه التخفيف قلنا بنعمل الفاينل ديليوشن أو توتال ديليوشن، بنعمل تخفيف بالنسبة لمين؟ للعينة الأصلية، للعينة الأولى، أول عينة. يعني بنعمل قديش التخفيف صار بالنسبة للعينة اللي أنا بدي أخففها. فهنا واحد على مية مضروبة في التخفيف تاع تيوب رقم اثنين اللي قبلها، مضروب في تخفيف تيوب رقم واحد اللي قبلها. صار التخفيف النهائي تبعي اللي هو واحد، هذا الواحد على مية أس ثلاثة بتساوي واحد على ست أصفار اللي هو مليون. اللي هي لما نكتبها هي بتساوي 10 اس ماينس 10 اس ماينس 6 لما نكتبها بالصورة هاي. ماشي، هذا كل الكلام صورة لصور اللي هو التخفيف. لاحظنا من اللي احنا الكلام اللي حكيناه قديش استخدم هو من العينة 10 مايكرون، قديش حصل على التخفيف النهائي تبعها واحد لمليون، عمل تخفيف واحد لمليون. قديش استخدمه من الديليون؟ استخدم كميات اللي هو تقريبا انا عندي 10 مللي مع 10 مللي مع 10 مللي. لو اجى بده يقول واحد لمليون بده يعملها من مره واحده، حيستخدم اضعاف من الكميه اللي احنا استخدمناها في العينه الثانيه اللي احنا قلنا عنه، اللي هو عندنا 990 مايكرون مع 990 مايكرون مع 990 مايكرون، هذول مجموعهم كلهم لو اعتبرناه عندنا 10 مللي و10 مل 10 مل، حوالي بتتكلم عن 30 مللي عشان يحصل على تخفيف اللي هو نقول عنه اللي هو واحد لمليون. هذه العملية لاحظنا من خلال المثال اللي احنا ذكرناه انه في عندنا التخفيف سميناه سيريال ديليوشن، لانه استخدم حجم ثابت اللي بينقله بين الانبوبة والانبوبة اللي هو 10 مايكرون اللي هو الفي اس سميناه انا، والفي ديليوانت برضو كان عندي ثابت، الفي دي اللي كان عندي ثابت هنا اللي هو 990 مايكرون في كل انبوبه حطيناهم زي بعض، وحصلنا على تخفيف في كل تيوب قلنا عنه 1 ل 100، وهنا في التيوب الثاني كان 1 ل 100، وتيوب رقم 3 1 ل 100، لكن قلنا التخفيف النهائي في كل تيوب كان عندي صار اللي هو عندي هنا اللي هو 1 على 100 اس 2 اللي هو بيطلع يعني 10 اس ماينس 2، وعن 1 على 10 اس 2 او 1 على 10 اس 4 في تيوب 2 او 1 على 10 اس 6 في تيوب رقم 3. الملاحظه اللي بدنا نتكلم عنها هنا انه عمليه التخفيف هي عباره عن عمليه متكرره سيريال، وقلنا استخدمنا نفس التخفيف في كل تيوب من التيوبات اللي احنا استخدمناها. طبعا انا استخدم اقل كميه من العينه اللي هي 10 مايكرون، واقل كميه من الديلوانت عشان نحصل على تخفيف 1 ل 100 من ال 10 مايكرون، انه يستخدم معي 990 مايكرون. عشان تحددوا انتم الحجم المراد من العينه مع الديلوانت دائما في تيوب رقم واحد، هذا ممكن يكون شويه لو انتم بتكتبوا تخفيف مش كل شيء معلوم عندك. بدي اقول لك انا ممكن يجيك سؤال يقول لي اعطيني تخفيف النهائي يكون 10 والستة، واستخدم مثلا عدد 3 أنابيب أو استخدم 6 أنابيب. العملية هذه حتختلف على حسب عدد الأنابيب المستخدم. في حالة أنا قلت لك بدي مثلا تخفيف 1 على 100 وبدك تبدأ لي إياه من تيوب رقم واحد، قديش بدك تستخدم؟ حتقول 1 على 100، هذا حجم المراد. معلش هذا الصفر بغلب شوي في الكتابة. على طول حقول هنا عندي بنقسم اللي هو عندي اللي هو المية هذه بقسمها جزئين، يقولنا بتمثل في اس
صح؟ تمثل معاي في دي. انت في اس وفي دي عندي، هذول هم اللي هو الجزئيه الاسفل السفليه من القانون عندي، اللي هو ال 100. هذه ال 100 بنقسمها عندي، هي 1 بارت من السامبل، بنقول انا بنسميه برضه 1 بارت من العينه، الكتاب بتغلب. مع 9 بارت أو مثلا 99 بارت، مثال ما تكون قدامي هان، لقيتها 1 بارت اللي هو اللي احنا اخذناه او اللي حناخده بأي كان الحجم تبعي. ال 1 بارت هنا والحجم اللي انا بدي اخده بأي كانت الصيغه تبعتي، ممكن يكون ال 1 بارت هنا زي ما ذكرنا، ممكن يكون 1 مايكرون مع 99. يكون الحجم عندي بالمايكرو، بالمايكرو. ممكن يكون عندي الحجم بدل 1 مايكرون، قلنا نضرب ال1 مايكرون هذه، ممكن اضربها انا ب10 حصير 10 مايكرون، وهنا 990 مايكرون زي ما هو موجود في المثال مذكور قدامي. لقيت ال10 مع 990 او ال1 مع 99، قلنا ممكن يعمل التخفيف الواحد على 100، بس احنا دائما بنفضل قلنا ايش الحجم اللي بناخذه من العينه يكون أقل كمية، تكون 10 مايكرون مش أقل من 10 مايكرون. معاي بفضل الحجم يكون عندي أقل إشي 10 مايكرون مش أقل من 10 مايكرون. قلت لو إحنا أجا عندنا مثال بدنا نستخدم اللي هو نحضر ديلوشن، أي ديلوشن أنا بقول لكم بدنا نحضره بأي طريقة زي ما ذكرنا. بنستخدم أول حاجة لما أنا أقول لك الديلوشن المطلوب، مثلا افترضنا إنه بدي أعمل ديلوشن 1 على 500، مع الجميع بدي أعمل ديلوشن 1 على 500، بدناش الواحد على 100 وواحد على 10. ونبدا بالاسهل، نبدا لكم بالاسهل اول شيء، خلينا نثبت المعلومه 1 على 10، ماشي، بدنا نعمل تخفيف 1 على 10. كيف بدي اعمل؟ الوضع العادي اللي هو الطريقه المباشره، انه ناخذ الطريق ناخذ 1 بارت مثلا 10 مايكرون، مثلا ممكن اخذ مع 10 مايكرون والباقي يكون عندي دلوان اللي هو قديش عندي 90 مايكرون، صح؟ هيكون انا حصلت على اللي هو التخفيف 1 على 10. انا لقيت الكلام تبعي اختصرت حاجات كثيره او اختصرت كم من معلومه، بدي احاول اوضح هذه العمليه اللي صارت. انا كيف انا وصلت انه بدي اخذ 10 مايكرون مع 10 مع 90؟ عشان احدد الكميه اللي بدي اخذها من العينه او السامبل، اول حاجه هذه اللي هو تحت ال10 بتاعت التخفيف بدي اقسمها قسمين، اللي هو 1 بارت بنسميه من السامبل، مع 9 بارت من الدليون. تمام؟ 1 بارت انا لا قلت لك هو مايكرون، ولا قلت لك هو ملي، ولا اي شيء. دائما البسط تحت بنقسمه 1 بارت من السامبل مع 9 بارت من الدليون، اللي هو دائما ناخذ يعني 1 مع الباقي من الدليون. واضح كيف؟ التخفيف بنحدد 1 على 10 او غيره، بناخذ 1 بارت من السامبل مع 9 بارت من الدلوان. قلت لو كان التخفيف 1 على 5 موجود، نفس الشيء بدي اعمل فيه، حيكون 1 مع ايش؟ مع 4. لو كان التخفيف 1 على 3، نفس الحاجه بدي اعملها، حيكون 1 على 3 حاخذ 1 مع 2. طبعا لقيت هذه الاثنين اللي هي لا ملي ولا مايكرون ولا اي حاجه حكينا عنها، لسه زي ما بقول عنها بس هي بارت، جزء او قيمه، ما حددناش هي شيء بالوحدات القياسيه.
قلت لما انا بدي اقول والله الكميه تاعت العينه، هسه احنا بنتكلم زي ما قلنا فحوصات سيرولوجيه، اقل كميه ممكن اخذها من العينه تبعتي هي 10 مايكرون، ممكن اخذ اكثر من 10 مايكرون او ممكن اخذ اكثر من 10 مايكرون. في المثال ما تكون عندي انا بدي اعمل تخفيف واحد ل 10، حناخذ 10 مايكرون، 10 مايكرو لتر من العينه، قديش بدي الزمني من الديليوانت؟ حيقول الرقم اللي اخذته هان ال 10 مايكرون مضروب في التسعه بار، 9 في 10 حيكون عندي 90 مايكرو لتر. كاني فعليا انا اللي هو انا لقيت 10 مايكرون مع ال 90 صارت عندي قديش هذه؟ مع بعض بتساوي 100 مايكرون. هذا اللي هو ال 100 مايكرو لتر، هذه ايش هي؟ هذه هي نفسها الفي توتال، قلنا عنها الحجم الكلي من العينه، هذا في دي وهذا الفي اس، مجموع اللي هو ال 10 مايكرون مع ال 90 مايكرون صار عندي هو 100. وقلت لو طبقنا على القانون، القانون ايش بيقول عندي؟ الدي بيساوي في اس اللي هي قديش عندي في اس هنا 10 على الفي توتال اللي هي بتساوي الفي اس اللي هي 10 زائد اللي هو الفي ديلوانت اللي عندي 90، دي بتساوي اللي هي 10 على 100، والصفر مع الصفر حيروح بيظل عندي 1 على 10. طبعا هذا الكلام حكيناه احنا للتبسيط وتوضيح اللي هو آلية تحديد التخفيف في تيوب واحدة. ونفس الشيء اللي هو للواحد على خمسة، ممكن أنا آخذ هنا عندي يكون عندي 500 مايكرون، ممكن آخذ 100 مايكرون، 100 مش 10، آخذ 100 ويكون معي هنا 400، قديش بيكون معها؟ 400. ليش قلنا 400 مش 40 ولا أكثر ولا أقل ولا أكثر؟ لأنه قلنا هنا اخذنا واحد بارت من العينه بدي اضربه في اربعه بارت من الديلوان، يعني الاربعه حضربها في 100 في الحجم اللي اخذته، 4% اللي انا اخذتها حيكون عندي 400. واضح كيف؟ لو اخذنا هنا 10 حقول 10 في 2 حيكون هنا قديش بده يكون عندي؟ 20. مفهوم كيف يا بنات يا شباب؟ مفهوم هاي الجزئيه؟ تمام 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 نشوف تعليقات. انا موضوع اليوم مهم، انا بدي يعني بدي اخذ وقتنا معانا بالراحه، مش مشكله معي اليوم. واضح هذه الجزئيه؟ البنات يا شباب، البنات الموجودين، منار، منار شراب، شو اسمها ابو محسن، وينكم يا بنات؟ طيب هيك تمام، خلينا نقدر نكمل اللي هو الجزئيه الثانيه. انا ماشي معاكم خطوه خطوه بحيث اني بديش انا انتقل للاسئله بدون ما تكونوا فاهمين الاشياء الاساسيه. نيجي لحاجة تانية ممكن احنا نوضح فيها، اللي هو زي ما ذكرنا مثال نبدأ بحاجة كبيرة. ذكرنا قلنا التخفيفات العادية من 1 على 10 سهل اعملها بون ستيب، يعني اعمل التفاعل او الديليوشن خطوة واحدة، لكن التخفيفات اللي هي بتكون بدي حجوم كبير، اعمل تخفيف كبير واستخدم حجوم كبير من العينة او حجوم كبير من الديليوان عشان نوفر الكميات هذه ونقللها، قلنا بنستخدم سيريال ديليوشن او بنقول عنه تاني كومباوند سيريال ديلوشن. ايش الفرق بين السيريال ديلوشن والكومباوند سيريال ديلوشن؟ السيريال ديلوشن هو الديلوشن المتكرر زي ما احنا شفناه بالصوره اللي احنا حكينا عنها قبل شوي. لو قلت انا بدي اعمل تخفيف بحاجه جديد، لو قلت انا بدي اعمل تخفيف لو قلت انا بدي اعمل تخفيف عندي واحد مثلا
لا 10 أس 6 زي ما احنا شفنا بالمثال، أو اللي هو 1 على مليون. قلت هذا التخفيف هو من ناحية عملية بيلزمنيش أنا في الفحوصات اللي بتعتمد فيها على السيرولوجي، بيلزمنيش فيها تخفيف 1 على مليون، بيلزمنيش. بيلزم هذا في الفحوصات بتاعت الكلتشر، بتاعت البكتيريا، بتاعت المزارع، بيلزمني أكثر. عندي التخفيف اللي هو 1 على مثلا مليون، اللي هو قلنا عنه بيساوي 1 على 10 أس 6، من 1 على 10 أس 6. إذا التخفيف اللي هو 1 على 10 أس 6 من ناحية عملية هو تخفيف كبير، بيلزمني له سيريال ديلوشن. طبعا سيريال ديلوشن قلنا هو عبارة عن رقم متكرر من الإشي اللي أنا بدي أفحصه، رقم متكرر من شيء انا بدي افحصه. يعني عندي 10 على 6 هي عباره عن مضاعفات رقميه، يعني زي انا كاني ضربت شيء اللي هو اللي بضرب في بعضه متكرر وبيطلع معي 10 على 6. اللي هو لو اخذنا احنا 1 على 10، او قول مثلا 1 على 10 ضربناه في بعضه كررناه 6 مرات، حيطلع عندي التخفيف 1 على 10 على 6، صح ولا لا؟ معلش الكتاب شوي بطيء. هذه 1 على 10 هي عبارة عن اللي هو السيريال ديلوشن اللي أنا هعمله. قلنا هنا اللي هو السيريال ديلوشن هو إشي متكرر، حاصل ضرب إشي متكرر في الأنابيب اللي أنا عملتها، فبيطلع التخفيف النهائي تبعي في آخر توب أنا بعملها 10، هو 10 أس 6 أو 1 على 10 أس 6 مثل بالنسبة للعين الأصلي. يعني هذا عندي تيوب 1، هنا تيوب 2، تيوب 3، وتيوب 4، وتيوب 5، 6. طبعا العمليه هنا متضاعفه، لان انا باخذ بالسيريال ديلوشن، باخذ انا عندي هو نقول على العينه السامبل الاصليه تبعتي، خلينا نقول لونها اخضر اللي انا اشتغلت عليها، هذه هي العينه. بعد السامبل المهم الكتاب متغلب شوي. نيجي لقيتها انا في تيوب هذه رقم 1 و2 3 4، وهي عندنا 5 6. كل تيوب من هذه الانابيب كان التخفيف فيها قديش عندي؟ 1 ل 10، 1 ل 10، 1 ل 10. طب قديش اخذت انا من العينه الاصليه السامبل مع اللي هو الديليون؟ قديش حطيت ديليون وقديش حطيت سامبل؟ انا بدي التخفيف يطلع 1 على 10، ايش اللي بدي احدده؟ قلنا الرقم اللي تحت هذا، حناخذ قديش من الديليون؟ 1 بارت من السامبل مع 9 بارت من الديليون. لو قلت انا بدي اخذ 10 مايكرون من السامبل من هنا، حاخذ 10 واحطها في تيوب هذه اول وحده، حددت 10 حيكون معي 90 مايكرون للديلوان. لو بدي اخذ اكثر، بدي اخذ مثلا 100 مايكرون من السامبل، او بدي اخذ، انا بديش اخذ 100 مايكرون، بدي اخذ 50. انا بدي اخذ 50 مايكرون من السامبل، واضح؟ قديش بدي اخذ من الديلوان؟ بدي منكم مشاركة. انا قلنا عندنا 1 على 10، صح؟ قلنا عندنا 1 بارت مع 9 بارت من العينة، يتبارت وبارت ما حددتكوش أنا لا مايكرون ولا غيره. كل واحد جزء باخذ من العينة بيكون عقباله 9 مضاعفاته، تمام؟ لما أخذنا هنا 10 كان عقبالها، قلنا 9
هذا طبعا للسامبل، هذه من السامبل، حنقول هذه من الاس.300 ممكن. هذه سامبل، قديش بتاخذ من الديلوانت اللي عقبالها؟ حيكون 9 في 10، حيكون 9 مضروبة بالعشرة، حيكون عقبالها 9 ضرب 10 90. ايش اللي صار؟ انه كل ما انا اخذ، جيت قلنا احنا الديلوانت السامبل اقل شيء هي اللي بدها اخففها، اخذت 10 مايكرون بدي اخذ من الديلوانت مقابلها 9 اضعافها، اللي هو عبارة عن 9 في 10، حيكون عندي 90. التوتال تبعهم 10 زائد 9، اللي هو عشان يعمل التخفيف تبعي. لقيت احنا اخذنا هذا الفي اس، صار عندي معلومة الفي اس، وهذا الفي دي، صح؟ عشان اطبق على القانون مباشرة، حاجة اقول قانون تاع الديليوشن، دي قديش بتساوي؟ 1 اللي هي عفوا 10، في اس عندي 10 على 10 زائد اللي هي 90، مظبوط؟ حيطلع معاي اللي هو 10 على 100، حكينا الكلام هذا، وقلنا الصفر مع الصفر بروح، بتضل عندي 1 على 10. قلت هذه العملية اللي حكيناها احنا وبنعمل فيها، بنحدد التخفيف لتيوب واحدة، مفهوم كيف؟ عرفنا كيف حددناه؟ حددناه قلنا هو مطلوب عندي 1 على 10، هناخذ 1 بارت مع 9 بار، انا افترضت انه راح اخذ 10 مايكرون، حيكون عندي عقبالها 90. السؤال اللي بيطرح نفسه، لو انا اخذت بدل ال10 هنا اخذت 50، قديش بيكون عقبالها؟ هذا اللي انا السؤال سالتكم اياه. نرجع للمثال تبعنا، نرجع للمثال اللي هو المطلوب. في المثال المطلوب قدامي هنا حنكمل، عملنا هلقيتها حددنا 50 مايكرون وقلنا 9 بارت بده يكون عندي 450. هيكون في كل انبوبه من الانابيب اللي انا حددتها هنا فيها 450 من الدليون، يعني الدي عندي في كل واحده منهم 450. صار عندي في كل واحدة فيها 450 من الديلوان في كل تيوب بدي أحطه بجهزه فيهن كلهن. هذا كله من الديليون. السامبل قديش اخذنا من السامبل في الاولى؟ اخذنا منها 50 مايكرون، صح؟ هذا من السامبل. هنا الثانية رقم 2 حطينا، هان صار 450 مع 50 صار فيها 500 من اللي هو من المادة اللي احنا بدنا نخففها، مخففة وجاهزة، صار في عندي هان 500. بس هذه 500 اللي هي عبارة عن 50 زائد 450. الأنابيب الباقية حناخد، ننقل من تيوب رقم، حننقل من هنا حناخد منها ونودي لتيوب رقم 2، ومن هذا حناخد من تيوب واحد، من 2 حنحط لـ3، ومن 3 حنحط لـ4، وزي هيك لحد ما نصل لتيوب رقم 5، بعدين تيوب رقم 6، وهيك حصلنا على التخفيف المراد إلها. صار كل واحدة فيها من الأنابيب حطينا 50، طبعا قديش حننقل احنا؟ حننقل من تيوب لتيوب حناخذ منها 50 مايكرون، حناخذ من كل تيوب 50 مايكرون، في عملية النقل حناخذ 50 مايكرون 50 مايكرون 50 مايكرون لكل واحدة.
قلت لك كل 50 مايكرو وين باخذها انا؟ باخذها من التيوب اللي قبلها. هذه اول 50 اخذناها من السامبل، بعد هيك اخذنا من واحد لاثنين 50 مايكرو، من اثنين لثلاثه 50 مايكرو، من ثلاثه لاربعه كمان عندي 50 مايكرو، ومن اربعه لخمسه في عندي كمان 50 مايكرو، ومن خمسه لسته في عندي كمان 50 مايكرو. واضح كيف؟ لقيتها صار في كل انبوبه من الانابيب اللي انا جهزتها فيها 450 مع 500 مع 450 مع 50 بصير في عندي هنا فيها صار 50 برضه اضفت لها، وبعدين هنا صار لها كمان 50، وهان 50، وهان كمان 50، وبعدين في اخر واحد صار عندي 50. لقيتها التخفيف صار فيه في كل انبوبه من الانابيب اللي انا عملتهم تخفيف قديش صار؟ هنا كليتهم صار فيهم 1/10، صح ولا لا؟ في كل وحدة اللي هو الحجم الاشي اللي حسبناه 1/10، 1/10 فيهم كلهم. قلت اللي بدنا نحسبه او بدي اياكم تحسبوا لي اياه الفاينل ديليوشن، بدي اعطيكم انبوبة تحسبوا لي الفاينل ديليوشن فيها. اللي هو قلنا الفاينل ديليوشن هو حاصل ضرب التخفيف اللي قبل الانبوبة اللي انا بدي احددها. مثلا بدنا نحدد تخفيف لتيوب رقم 3، قديش الفاينل ديليوشن في تيوب رقم 3؟ مش شايف اللون الاصفر. هذه تيوب رقم 3 قديش عندي التخفيف تبعها الفاينل ديليوشن فيها؟ اللي احنا هنا عرفناه، عرفنا التخفيف من بوب واحده اللي هو 1/10. طب قديش التخفيف النهائي تبعها الفاينل ديليوشن؟ عملنا التخفيف قلنا عندي هان في تيوب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، حددنا احنا 450 من دي 1 فيهم كليتهم زي بعض، واخذنا 50 مايكرو من كل عينه ونقلناها للثانيه للثالثه للرابعه من التيوب اللي قبلها. صار لقيت التخفيف متضاعف في كل واحده فيهم. لقيت التخفيف لما اقول انا 1/10 هو التخفيف في تيوب رقم 3 لحالها، لكن لما اقول انا بدي التوتال ديلوشن او الفاينل ديلوشن في تيوب رقم 3، معنى الكلام تبعي انا بدي الديلوشن فيها بالنسبه للعينه الاصليه. لو افترضنا انا بدي التخفيف في تيوب رقم مثلا 2، في تيوب رقم 2 لو اقول بدي الفاينل ديلوشن في تيوب رقم 2 حيكون عباره عن اللي هو 1/10 في تيوب رقم 1 في التخفيف تبع تيوب رقم 2 قديش؟ 1/10. 1/10 ضرب 1/10 بيطلع قديش؟ 1/100 بيطلع، وعندي 1/100 هو 10/10، 10 في 10 بيطلع 1/100، 1 في 1 1، و10 في 10 بيطلع اللي هو 100، فبصير اللي هو 1/10 أس 2 بصير في هذا اليوتيوب 1/10 أس 2. قديش الديليوشن بيكون في تيوب رقم 3؟ التيوب رقم 6 زي ما انتم شفتوا، او تيوب رقم 3، اول شيء هو كل تيوب من التيوبات هذه حنلاحظ انه عمليه التخفيف بيكون فيها بيساوي اللي هو رقم التيوب، يعني نقول هنا جت 10 هيكون هنا اس 3 اللي هو بيطلع بيساوي اللي هو 1/10 أس 3. في تيوب 6 نفس الشيء على 10، عشان اللي فوق واحد بيضل زي ما هو، لما نعمل اس الكل اس انا اس 6 مضاعفاته، لانه يعني 1/10 مضروب بست مرات في نفسه فبيطلع بيساوي 1/10 أس 6. طبعا الخمسه واللي قبلها نفس الشيء، بس هيكون 10 أس 5 انا 10 أس 4. الكلام سهل لما نتكلم عن ارقام بسيطه زي اللي هو 1/10، لكن الشيء يكون مختلف شوي لو قلنا بدل 1/10 بدي اياه تعملوا نفس السؤال هذا معاكم هوم وورك، تعملوا لي التخفيف 1/20. معي الجميع؟ بدي اياكم تعملوا لي 6 انابيب تخفيفهم 1/20. هذا معاكم هوم وورك. هعطيكم رابط تسلموني اياه، ماشي؟ السؤال تعملوا تخفيف تصير ديليوشن متكرر 6 مرات لواحد لعشرين. تحسبوا لي الديليوشن النهائي في كل الانابيب
والديليوشن في كل تيوب لحاله قبل الديليوشن النهائي، تمام؟ هو الديليوشن في كل انبوبه حيكون 1 ل 20. بدي الديليوشن النهائي في كل انبوبه محدده، وقديش بدك تاخذ من السامبل وقديش بدك تاخذ من الديليوشن.